حمد الله علش نخاف معنا حمد الله. ما شاء الله ما يبالو. الساطي نمبر وان. نمبر وان. نمبر وان الساطي. لما يقبتيغ تقولوا تغنى سودياسة ترزاك حمد الله. صغر التاريخ انت حاضر. ايوه. حمد الله يا جماعة عمل كورة رهيبة ولكن بتغمس الحارس في العرضة وبتطلع بره. الله يوفقه مع الاتحاد ان شاء الله يستمر معانا. الصوت يا حمد الله ما يحتاج، هو الاول في مركزه. هو الاول، هو الاول لاعب النصر. من هيطلع هداف، الصوت ولا بنزيما؟ والله اذا استمر معانا الصوت ان شاء الله الصوت يطلع الهداف. طب سؤال، ومن غير لف ودوران بتحب مين اكثر؟ والله اكيد الصوت لانه معانا من زمان. ايوه اذا استمر معانا كريم وبدع باذن الله حنحبه ونحبه كمان. محتاجين طرف وسنتر. النمر محتاجك. محتاجين حجازي اكثر والله. حجازي يرجع بالسلامة ان شاء الله. ان شاء الله يرجع بالسلامة. محتاجين حجازي اكثر من صلاح. حمد الله حمد الله. حبيبي لا جالس جالس معانا باذن الله. جالس جالس. ما قصر سوى اللي عليه هداف السوبر والدوري. وغير كذا ترى ما شاء الله الاتحاد بينافس على 4 بطولات، يعني لازم مهاجم يكون جالس زي حمد الله. لازم لاعب كبير ترى، لاعب كبير والناس اللي برا يعرفوه. النصراوي يعرف انه لاعب كبير ولا أيوة. يعرف انه لاعب كبير. ما نتخلى عنه ترى باذن الله ان شاء الله. ما نتخلى عن حمد الله. حمد الله ساطي والله، ساطي وما قصر والله. اعطى اللي عليه اليوم سجل هدف، واعطى اللي عليه السنه اللي فاتت جاب هداف الدوري. خلاص ما قصر، اعطى اللي عنده. الان الريتم في الدوري سريع، يحتاج لعيبه سريعين، يحتاج من لمسه هداف ينهي الكوره زي بنزيما زي. فشكرا شكرا له، وشكرا لكورنادو، وشكرا لروما. نحتاج افضل. مين احسن لاعب عربي هنا في الدوري السعودي؟ عربي محترف في الدوري السعودي. حمد الله حمد الله لاعب الاتحاد. حمد الله كلمه واحده. ايوه واحدة. حمد الله حمد الله والله حمد الله افضل لاعب الدوري السعودي. حمد الله حمد الله حمد الله. لا لا الحكومه تبغى ما تبغى. لا 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 حمد الله صافي، وجاب لك الدوري مصمد باذن الله. المصمد يحقق معك على اليمين باذن الله. حمد الله الله يوفقه وان شاء الله يستمر معنا سنوات عديده عديده ان شاء الله يا رب. الصوت يا حمد الله. الصوت حمد الله والله. حمد الله الصوت. انا عن نفسي والله الصوت في الملعب اقسم بالله، وما اتمنى يروح وما اتمنى يروح. حمد الله الصوت وما حيطلع من الاتحاد ان شاء الله. مستمر هياخذ الهدف السنه دي باذن الله. هو ولا بنزيما؟ هو بنزيما حتنافسوا الاثنين سوا. اعظم ثنائي فاسي، اعظم ثنائي فاسي في العالم. الجماهير المغاربه كانت زعلانه منكم شويه، مفكرين انتم هتمشوا عبد الرزاق حمد الله. لا لا رايكم؟ حصل لك كم ما يمشي في يدري. لا يكمل الصاطي هذا باشا. صابولي 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 هذا يا جماعه خروج النجم الصاطي عبد الرزاق حمد الله.